الأحصادي يطالب لجنة الصليب الأحمر برفع الحصار عن درنة. واشنطن والقاهرة يؤكدان دعمهما خطط العمل الأممية في ليبيا. الهواجس الأمنية ببنغازي تعرقل امتحانات نهاية الفصل الأول. مشاهدينا، هذه نشرة التاسعة نقدمها لكم من قناة ليبيا بانوراما، أهلا بكم. دعا عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الأحصادي الاثنين اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة في رفع الحصار عن مدينة درنة وإدخال الاحتياجات الإنسانية إليها، مناشدا في خطاب وجهه إلى رئيس اللجنة بيتر ماور تأمين خروج سيارات الإسعاف لنقل المرضى من المدينة، إلى جانب المساعدة في زيارة المحتجزين خارج القانون بالسجون التابعة لقوات حفتر في سجن غرنادا والكويفيا. كما طالب الأحصادي بمتابعة ومراقبة مدى التزام الأطراف بالقانون الدولي حيال ما تتعرض له المدينة من انتهاكات. إلى ذلك، فقد بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الاثنين مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماور الأزمة الإنسانية التي تمر بها بعض مناطق البلاد وفي مقدمتها مدينة درنة. كما ناقش الاجتماع الذي عقد بالعاصمة طرابلس ملف انتهاكات حقوق الإنسان والتفجيرات الإرهابية والأعمال الانتقامية التي تستهدف المدنيين في مدينة بنغازي، إضافة إلى ملف نازحي تاورغا، مع تأكيد ضرورة تنفيذ اتفاق المصالحة مع مدينة مصراتة. وإلى جانب ذلك، تناول أوضاع مراكز الاحتجاز في ليبيا سواء المخصصة للمهاجرين غير القانونيين أو المخصصة للإصلاح والتأهيل. من جهته، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقاء مع صحيفة اليوم السابع المصرية أن العملية العسكرية ضد مدينة درنة شأن مصري بالدرجة الأولى، موضحا أن التحشيد العسكري على تخوم المدينة يتم التنسيق فيه عسكريا وأمنيا مع السلطات المصرية لشن الحرب على المدينة. خلال زيارته القاهرة وفي لقاء صحفي شامل مع اليوم السابع، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعد إشادته بالدعم المصري لهم في ليبيا وتأكيده بمشاركة الشركات المصرية في صفقات لإعمار ما دمرته الحرب في بنغازي، أكد بالمقابل تنسيقا قريبا سيتم مع السلطات المصرية لإشعال حرب جديدة، ولكن هذه المرة في مدينة درنة. تأكيدات صالح جاءت إجابة على سؤال محاوره عن تحركات عسكرية على تخوم المدينة وهل اقترب موعد اقتحامها. أفاد صالح أن العملية العسكرية ستنطلق لدخول درنة وبالتنسيق مع الجانب المصري لأنها تهم مصر بالدرجة الأولى. يشار إلى أنه في وقت سابق تناقلت وكالات إعلامية خبر زيارة غير معلنة لخليفة حفتر للقاهرة تأتي ضمن التنسيقات العسكرية مع الجانب المصري لشن الحرب على درنة تحت مزاعم تحريرها من الإرهاب، في محاولة لبسط سيطرة حفتر على المدينة التي قارعت الإرهاب وسجل أبناؤها سابقة تاريخية بتحريرها من إرهاب تنظيم الدولة ودون أي دعم محلي أو دولي. في الوقت الذي يحشد فيه حفتر قوته والقوات المصرية لدخول درنة، يضرب الإرهاب وبيد من حديد في وضح النهار مركز سيطرته ونفوذه في مدينة بنغازي وسط انفلات أمني مريب يشي بالعجز وفقد السيطرة. صاعد يا كبدي، الله أكبر الله أكبر. وينضم إلينا حول هذا الموضوع عبر الهاتف عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الأحصادي. يرحب بك سيد أحصادي معي هنا في هذه النشرة. إذن أنتم تطالبون من الصليب الأحمر أن يرفع الحصار عن مدينة درنة، والأمر تجاوز الحصار وإنما ذهب إلى
استجلاب قوى خارجية مثل مصر للهجوم على درنا؟ بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. حقيقة حتى الآن أنا ربما لا أصدق هذا التصريح لولا وجوده في الصحف وتنقلاتها قناتكم وغيرها من القنوات. أنا حقيقة ما زلت مذهول من هذا التصريح، كيف يريد الاستقواء بالجيش المصري لاجتياح درنا أو لقصف درنا أو لقتل المدنيين في درنا ولقتل الأطفال ولهدم البيوت. حقيقة هذه سابقة لم أسمع بها نهائيا، أن رئيس مجلس نواب منتخب عن الشعب ويمثل الشعب ومن الدائرة الأولى التي بها مدينة درنا يستقوي بالأجنبي على أبناء شعبه. حقيقة أنا زلت مستغرب ولا أصدق حتى الآن، وما زالت الحيرة حقيقة تشدني. لكن إذا كان هذا الكلام صحيح فهذه كارثة حقيقة، وهذا العمل وهو مستشار قانون سيجلبه إلى القضاء عاجلا أم آجلا. هذا من الناحية. الأمر الآخر، هذا سيكون وصمة عار على برقة وعلى قبائل برقة إذا استقووا بالأجنبي لاجتياح أو لضرب مدينة درنا. حقيقة هذا شيء فج لا يمكن السكوت عليه ولا يمكن القبول عليه. نحن سكتنا الدعم المصري، سكتنا على إعطاء الشركات، هذا كلام سياسي عام لا معنى له. أما أن يصرح بأن شأن مصري لقضية مدينة درنا والاستقواء بالجيش المصري لمدينة درنا، هذا شيء مخزي ثم طيب. مخزي ثم مخزي. طيب سيد حصادي، في تفاصيل هذا التصريح يقول السيد عقيلة صالح، إن صح هذا التصريح كما تفضلت الآن، هو متناقل عبر وسائل الإعلام وهو صرح ذلك لصحيفة اليوم السابع المصرية، يعني يقول سيد عقيلة صالح أن درنا تهم مصر. يعني فيما تهم مصر مدينة درنا؟ وهل درنا ستحرر؟ ممن سوف تحرر؟ وإن تحررت فهل ستتحرر على يد قوات غازية مصرية إن حصل ذلك؟ الكارثة هي حقيقة هي محاولة نقل المشاكل المصرية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى ليبيا، هذه مشكلة حقيقية. أما إذا أردنا على نتحدث على مصلحة مصر، نحن سمعنا إلى تصريحات من كبار مفكرين مصريين أن برقة كلها تتبع مصر وأن برقة حق لمصر. هذه حقيقة تتداول عند كثير من الساسة والمفكرين والمناظرين المصريين. إذا أردنا أن نفرط في ليبيا أو نسلم في ليبيا والفرض في السيادة ليبيا، هذا شيء آخر. ويأسفني أن يأتي هذا من رئيس مجلس نواب منتخب يمثل الشعب الليبي. لكن حقيقة لا أعتقد أن المجتمع الدولي وأن مجلس الأمن سيسمح بمثل هذا العبث، خاصة مع وجود قرار 1973 الساري المفعول لحماية المدنيين في كل ليبيا من أي تدخل خارجي، وخاصة بعد الإدانة الواضحة في جلسة الأمن الأخيرة التي عقدت بعد القصف الذي تعرض له مدينة درنا وقتل على أثرها مجموعة من الأطفال في منطقة الفتاية. حقيقة زلت حقيقة لا أصدق هذا التصريح من عجبته ومن يعني عدم منطقيته. وأنا سأحاول الاتصال بسيد عقيلة صالح شخصيا لاستضاح منه هذا الأمر. وأنا أتمنى أن لا يكون هذا التصريح صحيح، ولكن إذا كان هذا التصريح صحيح أتمنى أن يكون هناك موقف من أعضاء مجلس النواب حيال السيد رئيس مجلس النواب، يكون له موقف وطني وتاريخي بخصوص هذا التصريح. محاربة الإرهاب أو توضيح محاربة الإرهاب لا يعني التفريط في السيادة الليبية بأي حال من الأحوال. نعم. طيب سيد حصادي، أنت خطبت الصليب الأحمر لفك الحصار عن مدينة درنا، ما الذي يمكن أن يقدمه هذا الجسم لمدينة محاصرة طيلة هذه الفترة الماضية؟ سيدي الكريم، نحن الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع قمنا بثلاث خطوات متتالية. خطبنا السيد فايز سراج باعتباره هو رئيس الحكومة الشرعية بليبيا، وخطبنا السيد غسان سلامة باعتباره المبعوث الأممي لدى ليبيا، وخطبنا أو يوم التقينا وسلمنا السيد بيتر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر. كل واحد لديه شق. الصليب الأحمر خطبناه وتحدثنا معه عن الشق الإنساني وكيف يسهم في إدخال المساعدات من أدوية وغيرها من الأشياء التي تحتاجها مدينة درنا من الناحية الإنسانية. خاطبنا السيد فايز سراج بكل وضوح
أن يكون له دور فاعل كرئيس حكومة لكل الليبيين في حماية مدينة درنة وفي حماية المدنيين. درنة مدينة ليبية، إلا إذا السيد فايز والمجلس الرئاسي يقول بأن درنة ليست مدينة ليبية. خاطبنا السيد غسان سلامة على المجتمع الدولي متمثل في مجلس الأمن والأمم المتحدة أن يتحملوا المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية تجاه المدنيين والأبرياء في مدينة درنة. نعم، طيب سيد حصادي، ما الذي يمكنه أو يمكن فعله من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني متمثل في رئيسه السيد فايز السراج فعله لمدينة درنة في هذه الظروف بالذات؟ الأمر سهل جدا، ربما يعني المفترض لا قدر الله لو حدث أي تصعيد على مدينة درنة وخاصة أجنبي أن يتقدم إلى مجلس الأمن وفق القرارات سارية المفعول ويطلب بإيقاف هذا العبث وهذا الاعتداء أو محاولة اعتداء على مدينة درنة. هذه مسؤولية قانونية وأخلاقية وتاريخية للمجلس الرئاسي، أما أن تترك مدينة للقصف وللتقتيل هذا الشيء لا يمكن السكوت عنه بأي حال من الأحوال بعدما رأينا النموذج الغير سيء والنموذج المستهجن في مدينة بنغازي. نعم، عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن الولايات المتحدة الأمريكية ومصر يدعمان الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا. وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه ونظيره المصري سامح شكري بالقاهرة الاثنين، أضاف تيلرسون أن واشنطن والقاهرة يدعمان خطة العمل الأممية في ليبيا وإجراء انتخابات كي يعم الاستقرار، مؤكدا أن اتفاق السخيرات يظل أساسا للحل وأن الإدارة الأمريكية ملتزمة بدعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط. قد يبدو الموقف المصري المعلن بشأن ليبيا مشابها إلى حد كبير موقف دول أخرى كانت غير متحيزة لأطراف النزاع، خاصة أولئك الذين عرقلوا تحقيق تطبيق الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية. مصر التي عرفت بتحالفها القوي مع خليفة حفتر، جدد وزير خارجيتها سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على دعم بلاده لخطة العمل المرتبطة بالأمم المتحدة في ليبيا من أجل انتخابات سلمية وعادلة. فيما اعتبر تيلرسون أن إجراء الانتخابات سوف يعزز من الاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى ما أكده مجلس الأمن في ديسمبر الماضي. لكن الموقف المصري يبدو متناقضا، خاصة وأن دعم القاهرة مستمر لحفتر الذي يعتبره كثر طرفا يعرقل تطبيق الاتفاق السياسي والذي تكرر مصر إعلاميا دعمها له، بينما ما زال دعمها العسكري متواصلا لأطراف الأزمة، إذ نشرت صحيفة العرب الجديد تقريرا يسرد تفاصيل قيام طائرة إيطالية باعتراض الطيران العسكري المصري ومنعه من تنفيذ ضربات محددة في ليبيا، في وقت كان فيه وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي قد أعلن عن اتفاق مع المسؤولين الأمريكيين على تشكيل فريق مشترك لمنع نمو تنظيم الدولة من جديد في ليبيا، فيما تظل السياسة المعلنة لدول معينة إزاء الوضع في ليبيا مخالفة لموقفها تحت الطاولة، وهو أمر يراه كثر سبب رئيس في تعثر جهود التسوية في ليبيا. وينضم إلي عبر الهاتف الكاتب والصحفي المصري علاء فاروق. سيد علاء، أرحب بك معي هنا في هذه النشرة. إذن لو تسألنا عن فيما يتمثل الدعم المصري الأمريكي في لقاء اليوم عن الخطة الأممية، ومن المعروف أن مصر هي طرف في النزاع والخلاف في ليبيا، يعني هي دلالة التصريحات واللقاء ما بين تيلرسون وسامح شكري اليوم، ويؤكد على أن هناك يعني ما زالت مصر يعني تمتلك عدة أوراق في الملف الليبي، فهي من ناحية سياسية تؤكد على الاتفاق السياسي وتؤكد على خطة الأمم المتحدة في ليبيا، وتؤكد أيضا على هي تسير في مسار اتجاه المجتمع الدولي وتؤيد يعني التحركات الدولية، هذا من ناحية سياسية. ومن ناحية يعني لا تستطيع في هذا
التوقيت وفي هذا الخضم الدولي أن تخالف المجتمع الدولي بشكل عام. أما من الناحية العسكرية طبعا هناك يعني للأسف موقف سلبي تقوم به الدولة المصرية على أو بحجة أنها تحمي حدودها مع ليبيا والأسف. طب الحدود مع ليبيا هي أيضا حدود في المنطقة الشرقية أكثر يعني، وهي مع حليفهم الموجود السيد خليفة حفتر. فهذا الأمر يعني سامح شكري أمام وزير خارجية يؤكد أن مصر تثمن التحركات الدولية وتؤكد على أن الاتفاق السياسي هو الحل، وتؤكد على أن الانتخابات والخطة الأممية هي الحل للأزمة الليبية، وفي يعني خلف الستار يلتقي حفتر مع بعض المسؤولين في مصر. طيب كيف تفسر هذا التناقض سيد علاء؟ هو ليس تناقض، هي يعني محاولة من الدبلوماسية المصرية للعب على عدة أوراق. وخليني أكون صريح معك، يعني الرهان الآن الرهان على حفتر من قبل النظام المصري، وهذه يعني عبر بعض التأكيدات من داخل مصري أن الرهان على حفتر الآن لم يكن كما كان سابقا. يعني أي نعم هم يؤيدونه ويودون أنه يخوض حتى العملية الانتخابية وغير ذلك، لكن ليس الدعم على غرار ما كان في بداية مشروع الكرامة وغيره. طيب فالآن التراجع يعني مؤكد، يعني حتى كثير من الفصحاء تؤكد هذا التراجع في دعم حفتر يعني. نعم. طيب سيد علاء، يعني يرى مراقبون أن مصر تلعب بورقة ربما نقول أنها رابحة أو غير ذلك. تارة تقول مصر أننا ندعم الاتفاق السياسي وندعم الخطة الأممية في ليبيا، وتارة نراها تدعم المعسكر في الشرق، وهي أيضا تدعم عسكريا خليفة حفتر. يعني هذا التناقض وهذا التلاعب ربما بالسياسة وربما نقول أن لعب على الطرفين، كيف يمكن أن تفسر ذلك من قبل السلطات في مصر؟ هو يعني ليس تناقض بالمعنى الدقيق، ولكن هو كما قلت لك هم يحاولون، هم لا تستطيع مصر بالنظام الضعيف الآن لا تستطيع أن تخرج خارج اللعبة الدولية، وكان هناك ضغوطات بالفعل خاصة من إيطاليا وفرنسا أن مصر لا يمكن لها أبدا أن تلعب دور في ليبيا إلا عن طريق المجتمع الدولي وعن طريق الأمم المتحدة. وهذا هو الذي تسبب في تراجع الموقف المصري عندما كانت مصر يعني لا تتواصل مع حكومة الوفاق الوطني ولا تلتقي بمسؤولين من الغرب الليبي، فهي التقت بمسؤولين من حكومة الوفاق، والتقى السيد سراج نفسه بمسؤولين هنا في مصر ومنهم السيسي، والتقى أيضا بعض العسكريين وإن كانوا لا يمثلون الجيش يعني طبعا في المنطقة الغربية، ولكن التقى عسكريين حتى من مدينة مصراتة جاءوا إلى مصر والتقوا فيما يسمى بمحاولات لتوحيد المؤسسة العسكرية. لا. أنا أقول لك هي مصر يعني بالعقلية اللي موجودة الآن هي طبعا من مصلحتها أن يكون النظام عسكري في ليبيا، ولكن هي تراجعت بشكل كبير جدا في دعم خليفة حفتر. ودعني أقول لك بشكل دقيق جدا، ربما الآن تكون حتى لو كان هناك تأييد لحفتر هو تأييد فقط من باب حفظ ماء الوجه، ولكن مصر منذ عدة أشهر لم تقدم أي دعم عسكري لحفتر وغير ذلك، حتى تصريحات عطيلة صالح حمدرنة يعني المصريين يعني ربما يتخذونها من منطلق الاستهزاء، كون مصر الآن يعني هي في حالة ضعف أمني ومشاكل في سيناء ومشاكل في عدة أماكن ودخول على انتخابات رئاسية في شهر مارس وغير ذلك. نعم. نعم، الكاتب الصحفي المصري علاء فاروق كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعلنت الغرفة الأمنية المركزية ببنغازي الاثنين أن أفرادا تابعين للشرطة سلموا للغرفة حقيبة وجدت بالقرب من مسجد الأنصاري بمنطقة الحدائق بعد اشتباههم بها بأنها مفخخة، مضيفة في بيان لها أنها وبعد الاستعانة بطاقم الهندسة العسكرية تبين أن الحقيبة مجرد منظومة لتشغيل كاميرات مراقبة، مؤكدة أن كل ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة بعيد عن الحقيقة بحسب البيان. هذا ونفت الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الاثنين ما تم تداوله من أنباء عن إخلاء المدارس لتوقع حدوث عمليات إرهابية، مؤكدة في بيان لها أن إقفال المدارس جاء بناء على قرار من وزارة التعليم بحكومة الثني،
ويأتي ذلك بحجج تفادي التزاحم الذي تقول عنه أنه سيحدث عند فتح المصارف وتوفر السيولة، مشيرة إلى أنها تشرف بشكل منتظم وبكامل إمكاناتها على تأمين كل الفروع المصرفية بمدينة بنغازي. إلى ذلك، فقد أعلن مجلس جامعة بنغازي الاثنين استقالته الجماعية لرئيس الجامعة وعمداء الكليات عن الأعمال الإدارية الموكلة إليهم، معللا المجلس في بيان له السبت بتدخل وكيل وزارة التعليم العالي بحكومة تني في شؤونهم الداخلية، مؤكدا استمرار الدراسة والعمل اليومي في جميع الإدارات وكليات الجامعة وفروعها في المنطقة الشرقية بحسب البيان. سياسيا، شارك وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة في المؤتمر الثاني للمراجعة الوزارية الإفريقية التركية الاثنين في إسطنبول بحضور 20 دولة وممثلين عن التجمعات الإفريقية. المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية قال إن سيالة حضر المؤتمر ممثلا عن اتحاد المغرب العربي الذي تتولى ليبيا رئاسته الدورية. قام المجتمعون خلال المؤتمر بمراجعة ما تحقق من برامج التعاون التركي الإفريقي في إطار تنفيذ خطة عمل 2063 الإفريقية. طالبت الجامعة العربية الأحد برفع كافة العراقيل التي تقف أمام عودة نازحي تاورغا إلى مدينتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية عبر تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بشكل متكامل ودون إبطاء، داعية في بيان لها الأطراف المعنية بتأييد جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وتغليب الروح الوطنية لوضع حد لمعاناة النازحين وتأمين عودتهم الآمنة إلى منازلهم. أكد رئيس مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهون صالح الفاندي في تصريح لليبيا بانوراما أنه سيشكل لجنة من المنطقة الغربية لمحاولة حل ملف نازحي تاورغا، وذلك بالتواصل مع أهالي وأعيان مدينة مصراتة وفق قوله. ومصراتة، وإحنا الآن مدينة مشكلة تاورغا ومصراتة، تواصلنا مع أعيان مصراتة الجميع أطرافهم، والآن ستشكل لجنة كبيرة من المنطقة الغربية بالكامل من جميع مناطق المنطقة الغربية والذهاب إلى مدينة مصراتة لحل هذا الملف الإنساني، وهذا واجب على الليبيين وواجب على ترهونة، وإن شاء الله في خلال اليومين القادمين حتمشي وفد كبير من المنطقة الغربية يضم الزاوية غريان وشفان النواحي الأربعة الجبل الغربي جلات صبراتة المنطقة الغربية بالكامل، وهذه الملفات تحل بالقبائل وبأفضل من الأمور السياسية، لأن هذه وراها أجندة وراها، لكن احنا ننطلق لوجه الله، وهذا عمل إنساني واجب عليه لكل الليبيين. الفاندي رحب بعودة كل الليبيين في الداخل والخارج الذين تواجههم أي مشاكل في العودة إلى مناطقهم باستقبالهم في مدينة ترهونة وتوفير الخدمات لهم. أي مواطن ليبي حتى ما هوش من ترهونة وبيرجع إلى مدينة ترهونة للعيش والسلم، فنحن نستقبله بكامل استعداد ونرحب به، وحتى اللي عنده مشكلة في منطقته وبيرجع لليبيا لأن الناس ظروفها تعبانة نحن نرحب به في مدينة ترهونة، وهذا إعلاننا ومنكم أنتم، وهذا جميع كل أي مواطن حتى من ترهونة من خارج ترهونة من أي منطقة من ليبيا يبي يرجع لهنا لداخل مدينة، فنحن نقدم له الخدمات والأمن والأمان ونرحب بكل الليبيين مستعدين لحل جميع المشاكل في ليبيا. هذا كان عضو مجلس النواب فتحي بشاغة قد أبدى في لقاء خاص مع قناة ليبيا بانوراما تأييده حق عودة كافة النازحين والمهجرين في الداخل والخارج ومنهم أهالي بنغازي ودرنا، مشيرا إلى أن وضع تاورغا مختلف عن الحالات الأخرى وأن النجاح في غلق ملفهم يعزز قدرته للحديث عن مهجري المدن الأخرى. نؤيد حق العودة لدرنا وبنغازي وكذلك للمهجرين لخارج ليبيا أيضا في تونس وفي مصر وفي بعض البلدان الأخرى، نؤيد حقهم في الرجوع، ولابد أن يكون هذا الملف حاضرا وقريبا. لكن مدينة تاورغا
يعني سواء سميناها أن هي نزحت أو هجرت، هي مدينة تم يعني خالية تماما من سكانها. في فرق بين بنغازي ودرنا أن بعض السكان هاجروا أو هجروا، نقولوا لا لم تهجر تورغا، وأنا قاعد في رأيي هنا لم تهجر لأني كنت شاهد. لكن عدم تمكين تورغا من الرجوع إلى مدينتهم هنا يصبح تهجير. ورجعت تورغا، رجعوا أهالي تورغا إلى تورغا، تكون لدينا القوة الكاملة لنتكلم على مهجري بنغازي ومهجري دنا ومهجري المدن الأخرى. تتواصل التجهيزات بالعاصمة طرابلس للاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 17 من فبراير، وتشمل هذه الاستعدادات إعادة تجهيز الحدائق وصيانة أعمدة الإنارة وتنظيف ساحة ميدان الشهداء، إضافة إلى رفع راية الاستقلال في مختلف شوارع وأحياء طرابلس. ويشار إلى أن اللجنة العليا للاحتفالات أعلنت عن برنامج عام للاحتفال بالعيد طيلة أيام 15، 16، و17 من فبراير الجاري ضمن كرنفال ليبيا للسلام. اللجنة المنظمة الحقيقة يعني خلية من النحل يتواجدوا في مقهى السرايا، وخدمة صبح ليل، مجهزين التصاريح البطاقات. نتمنى من جميع الجهات اللي بتشارك حتى تقدمنا بكشوفات حتى نتمكنوا من إصدار البطاقات. نزف التهنية لجميع الليبيين أينما كانوا داخل ربوع ليبيا أو خارجها، ونتمنى الأمن والأمان لليبيا بالكامل، زي ما الحمد لله نشحوا في طرابلس هي اللهم صلي على النبي هي آمنة. نتمنى جميع مدن ليبيا تحدو حدو طرابلس وتكون حتى هي آمنة، ونعيشوا في أمان ونستقروا في حياتنا، ونكونوا بنينا ولو ساهمنا، ما نقولش بنينا، نساهموا جزء بسيط من استقرار ليبيا وبناء ليبيا وأمن ليبيا. هذا وانطلقت ببلدية صبرات الأحد تجهيزات للاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 17 من فبراير بتزيين شوارع المدينة بأعلام الاستقلال. أعمال التزيين تطوع بها مجموعة من شباب البلدية وبمجهودات ذاتية بالتعاون مع مكتب الشركة العامة للكهرباء بصبراتة ومكتب بريد صبراتة وشركة الخدمات العامة. النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل إعلان انطلاق عمل الرابطة الوطنية لدعم الشباب في طرابلس. وعدسة ليبيا بانوراما تستطلع آراء المواطنين حول استخدام البطاقات المصرفية. كبارنا وصغارنا، شبابنا وشيابنا، 17 فبراير بدت الحكاية والمشوار، وكلنا يد واحدة نبنوها ونعلوها، وبصوت واحد نقولوا مع بعضنا نبنوها. احتفالا بالعيد السابع لثورة فبراير، كونوا في الموعد أيام 15 و16 و17 فبراير بميدان الشهداء بطرابلس. هلبة مفاجآت وهلبة فعاليات تستنى فيكم، وباش تكمل الفرحة حتكونوا مع نخبة من ألمع نجوم الفن الليبي. 17 فبراير بدت الحكاية والمشوار، وبصوت واحد نقولوا مع بعضنا نبنوها.
الأحصادي يطالب لجنة الصليب الأحمر برفع الحصار عن درنة. واشنطن والقاهرة يؤكدان دعمهما خطط العمل الأممية في ليبيا. الهواجس الأمنية ببنغازي تعرقل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول. أهلا بكم من جديد. أقامت الرابطة الوطنية لدعم الشباب بطرابلس الاثنين الملتقى الأول لمديري مكاتب الرابطة، حيث أعلنت رسميا انطلاق عملهم وفتح باب الانتساب للشباب بعد تسخير الإمكانيات لصالح دعم الشباب. المزيد في سياق التقرير التالي. يستوضح طموحات الشباب من الشارع الليبي. شباب من كل المناطق والبلديات الليبية كان لقاؤهم في طرابلس لحضور الملتقى الأول لمديري مكاتب الرابطة الوطنية لدعم الشباب تحت شعار بالشباب تبنى الأمجاد. الملتقى جاء كأول خطوة فعلية لانطلاق عمل الرابطة الوطنية لدعم الشباب ولفتح باب العضوية أمام الراغبين في الانضمام إلى الرابطة. اليوم يكون أول اجتماع لمدراء مكاتب الرابطة الوطنية لدعم الشباب داخل مدينة طرابلس بفندق المهاري. هذا الملتقى يخص فتح الانتساب إلى الرابطة الوطنية لدعم الشباب. الرابطة الوطنية لدعم الشباب هي الجسم التشريعي والشرعي الوحيد للشباب المتمثل والذي له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وهو تابع لمجلس النواب ويعمل تحت إشراف لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب. في روح من الشبابية الوطنية والديمقراطية المسؤولة اتفقنا على الرابطة وضعت مقدمة أهدافها تسخير إمكانيات الدولة الليبية لتذليل الصعاب التي تواجه الشباب ولتأكيد الدور الذي من المفترض أن يلعبه الشباب في بناء الدولة. كما لم يغب عن الملتقى حضور ممثلين عن مجلسي النواب والأعلى للدولة. بالنسبة للرابطة الوطنية أهدافها طبعا تعني بتسخير الخدمات بمحاولة أن هي تسعى لاستقرار، يعني استقرار احتياجات الشعب الليبي، احتياجاتها من ناحية المسكن، من ناحية مركوبة مثلا، من ناحية بحثها عن العمل، العديد من الأمور اللي لها علاقة فعلا يعني بخدمة الشعب الليبي. الشعب الليبي اللي محتاج فعلا للاستقرار، وإحنا اليوم نسعوا من هذا الشان. السادة ممثلي مجلس الأعلى للدولة، يأمل الشباب الليبي من المسؤولين وصناع القرار النظر إلى احتياجاتهم وتسهيل تقديم القروض المصرفية ودعم المشاريع الصغرى وفتح آفاق للرزق وكسب المال. أقامت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الاثنين ندوة بعنوان الزراعة العضوية بين التبني والتطبيق. وقال مدير مكتب البستنة بوزارة الزراعة مسعود الكانوني إن الوزارة تهدف بهذه الندوة إلى توعية المهندسين والفنيين بفوائد الزراعة العضوية ليقوموا بنقل هذه التجارب إلى الفلاح. نحن نعرف أن العديد من الدول اتجهت إلى الزراعة العضوية باعتبار أن الزراعة وهي زراعة تستعمل فيها بدون استعمال مبيدات، وحين نعرف أن أثار المبيدات على الإنسان في الحقيقة أن أصبحت تكتت الأمراض السرطانية، عفانا وعفاكم الله، والعديد من المشاكل. بالتالي نحن من خلال هذه الندوة نلقي الضوء ويتم التوعية وتوعية بعض المهندسين والفنيين لكي من بعد ذلك ينطلقوا إلى نقلها إلى الفلاح. تسلمت المصارف التجارية بمدينة أوباري الاثنين شحنة سيولة مالية تقدر ب 14 مليون دينار مقدمة من مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس. وباشرت فروع مصارف كل من الجمهورية وشمال إفريقيا والتجاري توزيعها على المواطنين محددة سقف السحب ب 500 دينار. اليوم بعد غياب 3 سنوات مصرف جمهورية يعود من جديد، واليوم قام بتوزيع السيولة وإن شاء الله الوضع تمام ما شاء الله، وإن شاء الله يأمن الأمن والأمان على البلاد. هذا وقامت عدسة ليبيا بانوراما بأخذ آراء المواطنين حول البطاقة المصرفية لحل ما يعانيه في حصوله على السيولة النقدية. نتابع.
الله غالب علينا زي ما تقولي، ما في سيولة بالسف علينا، بنشرب البطاقة صح عارفينها أنها فيها ربا، إن شاء الله ما تكونش حتى ربا دينيا، لكن الله غالب علينا. يعني أنا واحدة من الناس من عمري ما قدرش نوقف. دايرة حل يعني المواطن الليبي، لكن مشكلة السعر فيه زيادة شوية، لكن في الظروف زي يعني تقدر تقول في حل يعني كويس يعني. بدات اللي عندها العيله والصغار فهمتي، قصدي السيوله شوف فيها انت، معناها من الليل يباتوا للصبح ويقولوا لهم سيوله ما فيش. من بالنسبه للجمهوريه والمصارف الثانيه ديك ما ادراك 40% المحلات يعني معاش خلوا علينا شيء، حتى معاش خلوا علينا شيء في جيبنا بالعربيه. ارتفع النفط 2% معوضا بعد خسائره الحادة من الأسبوع الماضي في ظل استقرار الأسهم العالمية بعد تكبدها أكبر انخفاض لأسبوع واحد في عامين. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 2.95 سنتا إلى 63 دولارا و 74 سنتا للبرميل بزيادة نحو 2%، في حين تقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط دولارا و3 سنتات إلى 60 دولارا و23 سنتا. هذا وارتفعت أسعار الذهب الاثنين مع هبوط الدولار عقب موجة صعود في الأسبوع الماضي، وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.6% إلى 1323 دولارا و63 سنتا للأوقية، فيما زاد في العقود الأمريكية الأجلة 0.8% إلى 1325 دولارا و60 سنتا للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.8% إلى 16 دولارا و48 سنتا للأوقية. أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض ليبيا للمشروعات الصغرى في مؤتمر صحفي عقد بطرابلس الأحد موعد انطلاق المعرض الذي يوافق 10 و11 من مارس المقبل، حيث ستشارك فيه 30 فكرة ومشروعا صغيرا من أصل 300 تم تقديمها للمشاركة في الحدث. معرض ليبيا المشروع الصغرى اليوم المؤتمر الصحفي كان بخصوص موعد انطلاق المعرض اللي حيكون ان شاء الله يوم 10 و11/3/2018. شاركوا في المعرض تقريبا اكثر من 315 فكره ومشروع تم تصفيتها من خلال التعبئه الابلكيشن الى 60 مشروع وفكره. في الاخير درنا لقاء مع لجنه التحكيم لعدد 60 مشروع، فاخترنا 32 مشروع يكون مشاركين ان شاء الله في الدوره القادمه في شهر يوم 10 و11/3، مع تم افكار مشاركه معنا في المعرض باذن الله تعالى. ثمنت المؤسسة الوطنية للنفط الأحد قرار النائب العام بإصدار مذكرات اعتقال لأكثر من 144 مهربا في المنطقة الغربية، مؤكدة في بيان لها الاستمرار في تقديم تقارير دورية ومعلومات عن عمليات التهريب التي تقوم بها العصابات الإجرامية إلى مكتب النائب العام، معربة عن تطلعها لإلقاء القبض بحق كل من أجرم في حق الشعب الليبي وأهدر ثروته، وعلى رأس إبراهيم جدران وكل من تواطأ معه بالدعم والتحريض على إقفال الموانئ النفطية بحسب البيان. أعلنت شركة العامة لكهرباء الاثنين فقدان 500 ميجاوات من الشبكة، موضحة في بيان لها أن سبب ذلك تعذر رسو باخرتين محملتين بالوقود الخفيف والثقيل بميناء الخمس لسوء الأحوال الجوية، وهو ما أدى إلى خروج وحدتين غازيتين ووحدة بخارية بمحطة الخمس.
إلى ذلك أعلنت الشركة الاثنين أن التوليد المتاح للشبكة العامة يقدر ب 5650 ميجاوات، متوقعة عجزا بذلك يقدر ب 600 ميجاوات. الشركة قالت أن الاستهلاك المتوقع للشبكة العامة يقدر بنحو 6250 ميجاوات، مشيرة إلى أن ساعات طرح الأحمال تبلغ 3 ساعات ونصف. رياضيا، قطع فريق التحدي نصف المشوار إلى الدور 32 من دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه في مباراة الذهاب على ضيفه إدوانا ستارز الغني بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب بيترو سبورت بالقاهرة. وأحرز هدف الفهود الوحيد علي محمود في الدقيقة 35، ويلتقي الفريقان إيابا في 21 من فبراير الجاري بالعاصمة الغنية أكرا. توج فريق الاتحاد بكأس السوبر الليبي لكرة اليد الاثنين بقاعة 17 من فبراير عقب مباراة التتويج الودية التي أقامها أمام فريق اتحاد الشرطة الذي فاز باللقاء وأحرج فريق الموسم. تفاصيل أوفى والزميل الفتوري الحطاب. بعد أن اعتذر فريق النجمات من إضاءة قاعة 17 من فبراير وإضفاء التنافس على لقب كأس السوبر الليبي، قررت لجنة المسابقات باتحاد اليد منح الكأس للاتحاد وإقامة مباراة التتويج بين بطل الدوري والكأس واتحاد الشرطة. هي السوبر تعتبر انسحاب نادي النجمة، يعتبر الاتحاد صاحب كأس السوبر بدون إقامة مباراة. المباراة اللي تقام اليوم هي مباراة شكلية واحتفالية لنادي الاتحاد لحصول على كأس السوبر. مباراة التتويج لوهلة لم تشعرنا بأنها ودية، بل كانت مليئة بالإثارة طوال دقائق شوطها، ولعب فيها اتحاد الشرطة الند للند للبطل المعلن مسبقا، وشوطها الأول انتهى بكفة متوازنة بإحدى عشرة نقطة في كل شباك. في الشوط الثاني الذي أضفت فيه الجماهير الحاضرة بصمتها، ألقى اتحاد الشرطة القبض على اللقاء الودي وأحرج الاتحاد قبل أن يزف بطلا بأربعة وعشرين نقطة مقابل 23. الصراحة مباراة ما كانتش في حظنا اليوم، ما وفقناش ربي نفوز، لكن الحمد لله معنا ربك موفقنا بالتتويج. إن شاء الله باقي المباريات يكون أفضل إن شاء الله، ونخدمه إن شاء الله ونحاولوا نصلحوا، وإن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله. ثلاثية كاملة أنهى بها الاتحاد موسمه بعد أن توج بطلا لكأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه. هذه النشرة تكاملت وإليكم العناوين. الأحصاد يطالب لجنة الصليب الأحمر برفع الحصار عن درنا. واشنطن والقاهرة يؤكدان دعمهما خطة العمل الأممية في ليبيا. الهواجس الأمنية ببنغازي تعرقل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول. أشكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.